السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. النهاردة زي ما اتفقنا هنبدأ دروس الباور بي اي، بس ممكن نتبع استراتيجية مختلفة شوية في الدروس دي، لأن أنا مؤمن إن أسرع وأكتر طريقة افيشنت ممكن تتعلم بيها أي برنامج هي إن أنت تبدأ تستخدم البرنامج ده الاستخدام العملي بتاعه، وبعد كده لما تقابلك حاجة في البرنامج أنت مش عارف تعملها هيبقى سهل إن أنت تعمل سيرش وتدور عليها. فانا شايف ان احنا بدل ما نقعد نضيع وقت ان انا اعدي على كل قائمه واقعد اشرح لك كل ايكون بتعمل ايه، الافضل ان احنا نستخدم البرنامج في الداتا اناليسز ونشوف التطبيقات العمليه بتاعته عامله ازاي. علشان كده احنا هنبدا بحاجه سيمبل علشان الناس اللي ما استخدمتش الباور بي اي قبل كده ما يبقاش الموضوع معقد بالنسبه لها، وهنبيلد اب على اللي احنا هنعمله النهارده باننا كل فيديو نبدا نستخدم فيتشرز اكتر وداتا سيتس معقده اكتر لحد ما نتمكن من البرنامج. زي ما انتم شايفين دي الواجهه بتاعت الباور بي اي، ويمكن تبان معقده شويه من كل الايكونز اللي موجوده، لكن هنشوف ان احنا ازاي ممكن بسهوله جدا نعمل داشبورد في اقل من 10 دقائق بطريقه اسرع واسهل كمان من الاكسل. الداتا اللي احنا هنعمل عليها اناليسس النهارده هو سيرفيه عمل لموظفين شغالين في اكبر شركات التكنولوجي الموجوده في العالم، علشان يعملوا some kind of comparison between those companies، يشوفوا ال job satisfaction وال average salary اللي موجود هناك وكذا variable هنشوفهم مع بعض. الأول احنا محتاجين نجيب ال data بتاعتنا. في ويب سايت كويس أوي أنا بحب أستخدمه دايما اسمه data.world، والويب سايت ده انت ممكن تستخدمه ان انت تعمل داونلود لداتا سيتس كتير جدا في مجالات مختلفه. يعني مثلا لو جيت في السيرش هنا وكتبت موفيز فور اكزامبل هتلاقي اكتر من 120 داتا سيت موجوده على الموفي. لو غيرت وكتبت مثلا education هتلاقي داتا سيتس كتير على education، وممكن تلاقي كمان بروجكتس ناس اوريدي عاملينها اناليسز على الداتا سيتس دي وتبص عليها وتشوف الطريقه اللي هم عملوا بيها الاناليسز. احنا هنا الداتا سيت اللي هنستخدمها ليها علاقه بالتيك كومبانيز، نعمل سيرش على تيك كومبانيز، واول ريزلت طلع عندنا توب تيك كومبانيز كومباريسون، ندوس عليها هتدينا هنا اوفر فيو عن الداتا سيت دي وازاي هم جمعوا الداتا وايه الاسامبشنز اللي استخدموها، وقايل لك هنا اسماء الشركات اللي اشتركت في السيرفي، وبيقول لك ان السيرفي ده جه من 33500 وركرز في التيك اندستري بس نون ريتيل اور سيل، يعني الموظفين اللي مالهمش علاقه بالسيلز. وبعد كده بيشرح لك شويه حاجات عن الكولومز اللي موجوده، ايه هو تعريف الميديان باي والميديان ايج، ومهم جدا وانت بتشتغل على اي داتا سيت ان انت تبقى عارف الداتا سيت دي اتعملت ازاي عشان وانت بتعمل الاناليسيس بتاعك تبقى فاهم الانبوت بتاعك كويس. انا هسيب لكم اللينك بتاع الداتا سيت دي في الديسكربشن تحت، ممكن انت تفتحه وتقرا الديسكربشن كويس قبل ما تبدا تعمل الاناليسيس بتاعك. بعد كده هننزل تحت هنا هنلاقي التيبل بتاعنا، وزي ما قلت لكم ان احنا هنبدا بحاجه سيمبل، فالداتا سيت دي هو تيبل واحد بس. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله ممكن نستخدم داتا سيتس معقده اكتر وفيها كذا تيبل، وبعد كده نشوف الريليشن شيبس اللي بين التيبلز دي. فهنيجي هنا ندوس على داونلود عشان، وهنلاقي هنا اتحصل داونلود لاكسل فايل، وبعد كده بسالك لو انت عايز تعمل فولو لليوزر اللي عمل ده اتس اب تو يو، اف يو وانت تو فولو اور جاست سي نو ثانكس. بعد كده نرجع تاني للباور بي اي، وهنا بيقول لك اد داتا تو يور ريبورت. هنا ممكن تعمل امبورت للداتا من الاكسل من سيكوال من كذا سورس تاني. لو دوست هنا على جيت داتا فروم انذر سورس هتلاقي سورسز كتير جدا انت ممكن تجيب الداتا منها، بس احنا هنا عايزين نجيب داتا من اكسل ورك بوك فهنختار اكسل، بعد كده هنختار الفايل اللي احنا عملناه داونلود. دلوقتي هو بيعمل لود للداتا، وهنلاقي هنا لو دوسنا على شيت 1 ده التيبل اللي احنا هنستخدمه. تعلم على الشيت 1 دي، وبعد كده انت ممكن تعمل لود للداتا على طول، وممكن تعمل ترانسفورم داتا لو انت عايز تغير شويه حاجات قبل ما تبدا تعمل الاناليسيس بتاعك. هندوس ترانسفورم داتا، هيفتح لنا باور كويري. هنا هناخد الانيشال لوك على الداتا بتاعتنا، وهنلاقي ان هي مكونه من 18 شركه كلهم تيك كومبانيز، وبعد كده الداتا اللي هم جمعوها ليها علاقه بالميديان باي او الافريج سالري بتاع الايرلي كارير والميد كارير،
والافريج ايج بتاع الموظفين اللي موجودين، اليرز اوف اكسبيرينس يعني وان افريج الموظفين عندهم كام سنه اكسبيرينس، اليرز ويز كومباني متوسط الفتره اللي بيقعدوها في الشركه قد ايه، البرسنتج اوف فيميل بارتيسيبيشن قد ايه من الموظفين فيميلز وقد ايه ميلز، الجوب ساتسفاكشن قد ايه هم حاسين بالجوب ساتسفاكشن والجوب مينينج، وبعد كده الجوب ستريس قد ايه هم شايفين الشغل بتاعهم ده ستريسفول. فانت هنا ممكن تعمل انيشال كالكوليشنز، تبص على الداتا تشوف لو في فيجرز او اوت لاينرز او في حاجات ات دازنت ميك سنس او حاجات انت محتاج تشيلها او حاجات انت محتاج تضيفها. كل ده ممكن تعمله بالباور كويري قبل ما تبدا تعمل الاناليسيس بتاعك. فاحنا هنا لو بصينا مثلا هنلاقي ان لينكدين فيها داتا كتير مش موجوده مش ظاهره، يعني years with company مش موجوده، الجوب ساتسفاكشن مش موجود، والجوب مينينج والجوب ستريس مش موجود. فاحنا ممكن فور سمبليسيتي نشيل لينكدين وسبيس اكس، سبيس اكس برضو فيها الميد كارير ميديم باي مش موجوده، فجاست فور سمبليسيتي ممكن نشيل الاثنين دول علشان نشيل من راعي الامبلوير نيم هنا ونفلتر اوت لينكدين وسبيس اكس، وبعد كده ندوس اوكي هنلاقي ان الداتا بتاعت لينكدين وسبيس اكس اتشالت. ولو بصيت هنا على الجزء اللي في اليمين هنا اللي مكتوب عليه ابلايد ستيبس، ده بيرتب لك كل الستيبس اللي انت عملتها، ولو مثلا عايز ترجع في الستيب دي ممكن تدوس اكس هيلغي لك اللي انت عملته ويرجع تاني لينكدين وسبيس اكس. هنشيلهم تاني سبيس اكس ولينكدين وندوس اوكي. احنا هنا هنستخدم الميد كارير ميديم باي، مش محتاجين الايرلي كارير في حاجه. ممكن هنا نعمل كليك يمين على الكولوم كله وندوس ريموف ونغير اسم الكولوم، خليه بس اسمه ميديان باي، ميديان ايج، ييرز اوف اكسبيرينس، ييرز وذ كومباني، ادي فيميل بارتيسيبيشن، جوب ساتسفاكشن، شيت خليها اسمها جوب ساتسفاكشن بس، ودي جوب مينينج، جوب ستريس. ممكن تغير في الداتا زي ما انت عايز، يعني مثلا الفور كولومز دول المفروض يكونوا برسنتج، انا عايز اخليهم برسنتج مش ديسيمال، فاروح هنا على ترانسفورم واغير الداتا تايب هنا اخليها برسنتج، او ممكن اعمل كليك يمين على الكولوم وادوس تشينج تايب اخليها برسنتج، الاتنين هيدوني نفس النتيجه. وبعد كده لما احس ان الداتا بتاعتي جاهزه خلاص انا مش محتاج اعمل تغييرات تانيه، هدوس ارجع على فايل وادوس كلوز اند ابلاي. دلوقتي هو بيعمل لود للداتا في الموديل وتمام كده. هنلاقي هنا الشيت 1 بتاعتنا ظهرت ونقدر نستخدمها دلوقتي ان نعمل ريبورت او الداشبورد اللي احنا عايزين نعمله. مهم جدا لما تيجي تعمل اناليسز لاي داتا سواء كانت فاينانشال او نون فاينانشال ان انت تحاول تلاقي باترنز او ريليشن شيبس او تحاول تلاقي كورليشن بين ذا فاريبلز، لان انت في النهايه عايز تطلع من الاناليسز ده بكونكلوجن معين، عايز توصل لستوري معينه انت عايز تقولها او عايز تاكد او تنفي هايبوثيسز معينه هي عندك. فالخطوه الاولى اللي انت بتعملها ان انت تبدا تدور على الريليشن شيبس دي، تبدا تطرح اسئله على الداتا وتحاول تلاقي الاجابات بتاعتها، تطرح هايبوثيسز وبعد كده تشالنج الهايبوثيسز ده. فخلينا نبدا نفيجوالايز الداتا بتاعتنا ونبدا نحاول نشوف هل هنقدر نلاقي ريليشن شيبس بين ذا فاريبلز او كورليشن بين ذا فاريبلز او لا. خلينا نغير اسم البيج بتاعت الريبورت دي هنا ونسميها داشبورد. بعد كده عندنا هنا في قسم الفيجواليزيشنز دي كل التشارت اللي احنا ممكن نستخدمها، وفي كمان ستور لو انت عايز تستخدم تشارت غير دي ممكن تدوس على 3 دوتس دي جيت مور فيجوالز، وبعد كده تدوس على جيت مور فيجوالز هيفتح لك الاب ستور، هتلاقي فيه فيجوالز كتير جدا انت ممكن تعمل لها داونلود وتستخدمها في الريبورت بتاعك. لو جيت مثلا هنا بولت تشارت دوست عليها وتدوس اد، بعد كده هيقول لك it was successfully imported، تدوس اوكي okay. هتلاقيها ظهرت عندك هنا، دوس جيت مور فيجوالز، ممكن تفتح تاني ندور تاني واختار واحدة تانية عايز مثلا شكلت سلايسر، واما تفتحها بيديلك ديسكريبشن عن الفيجوال دي بتعمل ايه بالظبط، بعد كده لو عايز تضيفها بتدوس اد يقول لك successfully imported اوكي okay. وتلاقيها ظهرت عندك هنا. برضو احد الفيتشرز الموجودة في
باور بي اي واللي هي الثيمز. لو رحت مثلا على فيو هنا من فوق فتحت الثيمز هتلاقي ثيمز كتير انت ممكن تستخدمها. وبرضو لو نزلت هنا ودوست على الثيم جاليري ودوست اوكي هيفتح لك الويب سايت بتاع مايكروسوفت، هتلاقي فيه ثيمز كتير ممكن تبص عليه لو انت محتاج انسبيريشن او تعمل داونلود لاي واحد منهم. مثلا لو اخترت ده دوست عليه فيو ريبورت، تبدأ تشوف الداشبورد معمولة ازاي. ممكن تنزل تحت هنا على الفايل ده وتعمل ليه داونلود، وبعد كده ترجع لباور بي اي وتدوس تاني على الثيمز وتدوس براوز فور ثيمز، تختار الثيم اللي انت عملت له داونلود. بعد كده يقول لك it was imported successfully وهتلاقيه هو هنا ده الثيم اللي انت اخترته. احنا هنا نختار الكلاسيك ده اللي هنستخدمه النهارده ونبدأ نبص على الداتا. خلينا الاول نضيف تري ماب، وهنا هنشوف قد ايه الفيجواليزيشن في باور بي اي اسهل بكتير من الاكسل. هنختار هنا من الكولمز اللي على اليمين احنا عايزين الامبلوير نيم، خلينا ندوس عليه دبل كليك غير اسمه نسميه كومباني فاين اسهل. نختار الكومباني ونختار الميديم باي، وخلينا نشوف الشركات مختلفه ازاي في الافريج سالري بتدفعه للموظفين بتوعها. هنا الميديان باي جت في الديتيلز المفروض تيجي في الفاليوز، ده ممكن يكون بسبب كاونت اوف ميديان باي. المفروض احنا هنا عايزين الافرج بتاع الميديان باي، بس لو بصيت هتلاقي ان هو مش جايب غير الكاونت والكاونت ديستينكت بس، والسبب بده ان هو الداتا دي هو مش قاريها نمبرز. علشان نصلح الموضوع ده نرجع تاني للداتا بتاعتنا من هنا، نرجع للداتا ولو بصينا على الميديان باي وبصينا على الداتا تايب هنلاقي ان هي تكست، فنعلم على الكولوم ده وندوس على الداتا تايب ونخليها whole number. بعد كده هيسألك لو انت متأكد تدوس اوكي بقت whole number. لو هنرجع تاني للريبورت ندوس على الفاليوز هنا هنلاقي ظهر sum والaverage، نختار الaverage. ننزلها تحت شوية، نروح على الفورمات هنا عشان نغير الفورمات. من الجنرال هنا انت ممكن تحدد المقاس بتاع الفيجوال وممكن تختار مكانها فين. لو عايز تضيف الليجند بس احنا مش محتاجينها. الداتا كولرز لو انت عايز تغير الكولرز بتاعت الكومبانيز دي، لو عايز تغير واحده واحده اتس فاين. ممكن برضو تعمل لو رحت على ادفانس كنترولز هنا ممكن تعمل كونديشنال فورماتنج زي اللي موجود في الاكسل. يعني مثلا لو دوست على دايفرجنج هنا واخترت ثلاث الوان اللوست فاليو خليها مثلا موف وبعد كده ميديوم وبعد كده داركست، بعد كده هنا يقول لك بيزد على اني فيلد، فهو هنا على الكاونت لا احنا عايزينها بيزد على الميديوم باي افريج. هنا لو اخترنا افريج او سم مش هتفرق لان كل شركه ليها رو واحد في الداتا بتاعتنا، بس لو احنا عندنا داتا الشركه فيها كذا رو فطبعا لو اخترت سم هيبقى مختلف عن الافريج. بعد كده ندوس اوكي هنلاقيه هنا غير لنا اللون من الداركست لاعلى باي لحد اللايت كولر لاقل باي. بعد كده نروح على الداتا ليبل نخليها هون عشان يحط لنا الافريج سالري بتاع كل شركه، الكولر بتاعها ممكن تغير الديسبلاي يونت عايز تخليها ان 1000 ولا ان مليونز، لو عايز ديسيمال ولا لا يعني هنا خليها هول نمبر مش عايزين ديسيمال. تكست سايز كبره شويه خليه 12 مثلا. الفونت فاميلي ممكن تغيره برضو خليه اريال بلاك. كاتيجوريز دي اللي هي اسماء الشركات لو انت عايز تشيلها بس احنا طبعا محتاجينها. بعد كده عندك التايتل، التايتل بيقول average of medium pay by company فاحنا ممكن نسميه بس medium pay. برضه لو عايز تغير الكلر بتاعه تكبر الفونت تغير الفونت it's up to you.
عايز تحط باك جراوند، عايز تعمل شادو، حاجات كتيرة ممكن تغيرها في الفورمات. فدلوقتي احنا نقدر نشوف الافريج سالري في كل شركة بالترتيب، من اعلى سالري اللي هو سيلز فورس 155 الف دولار لحد اقل شركة الافريج سالري فيها 104 الف اللي هي اتش بي. خلينا نضيف تشارت تانية، وهنا ممكن نضيف تيبل. التيبل ده نحط فيه الكومباني، وبعد كده عايزين نشوف كل الحاجات اللي هي برسنتج زي الجوب مينينج والجوب ساتسفاكشن والجوب ستريس. كبره تاني شوية. بعد كده خلينا علشان نصغر الكولوم شوية، خلي دي مينينج بس، ساتسفاكشن وستريس. نروح على الفورمات، نروح على الستايل، نغير الستايل بتاعه خليه فلاشي روز. بعد كده ممكن تضيف جريدز لو عايز vertical او horizontal. هنا احنا عايزين نشيل التوتالز دي، فنروح على التوتال خليها اوف، مش محتاجينها في حاجة. هي لسه ظاهرة هنا decimals وانا عايز اخليها percentage. ارجع تاني على الداتا، اروح على female participation خليها percentage، نفس الكلام job satisfaction. تمام كده بقت percentage، وهنا اقدر بسهولة ارتب الشركات من حيث المينينج او الساتسفاكشن او الستريس. يعني نقدر نشوف ان تسلا هي اعلى شركة في الجوب مينينج، يعني الموظفين بتوعها حاسين اكتر ان الجوب بتاعتهم ليها مينينج. فيسبوك ترتيبها الاول في الجوب ساتسفاكشن، الموظفين بتوعها ساتسفايد اكتر. وفي الستريس تسلا هي اعلى شركة الموظفين فيها حاسين بستريس، في حين ان فيسبوك هي الشركة اللي الموظفين فيها حاسين بأقل درجة من الاسترس. تمام كده بدأنا نشوف الداتا بتاعتنا بصورة اوضح شوية. عايزين نبدأ ندور على ريليشن شيبس او ندور على كوريليشن بتوين الفاريابلز اللي عندنا. فنبدأ دلوقتي نطرح الاسئلة اللي احنا عايزين نسألها. فمثلا فور اكزامبل ممكن نقول، هل الميديان باي ليه علاقة بالجوب ساتسفاكشن؟ يعني هل كل ما الافريج سالري كان عالي الموظف بيحس بساتسفاكشن اكتر؟ علشان نشوف الريليشن شيب دي هنعمل شارت جديده. خلينا نختار لاين اند كلاسترد كولوم شارت، خلينا ندوس على الكومباني والميديان باي، ونختار معاهم الجوب ساتسفاكشن. هنا وحط الاثنين في الكولومز، ننزل الجوب ساتسفاكشن على اللاين عشان يظهر عندنا كلاين، كبرها شوية. بعد كده نروح على الفورمات، نشيل الواي اكسس مش محتاجينها، نروح على الديتا ليبل ندوس اون. ممكن نغير الكالر لو عايزين، نختار الكالر ده، display unit is auto. بعد كده لو عايزين نشيل الباك جراوند دي ممكن نخليها اوف. ولو تفتكروا السؤال اللي احنا سألناه، هل في كورليشن بين الميديان باي والجوب ساتسفاكشن، ولو لاحظنا من التشارت هنا هنلاقي ان اعلى شركات في الافريج سالري سيلز فورس وجوجل وفيسبوك هم في نفس الوقت اعلى شركات في الجوب ساتسفاكشن، في حين ان اقل شركات في الافريج سالري هي اقل شركات في الجوب ساتسفاكشن. فده يقول لك هنا ديفينتلي في كورليشن، اكيد مش بيرفكت كورليشن، لان لو بيرفكت كورليشن اللاين ده كان هيبقى لينير، انما في سام كايند اوف كورليشن بتوين ذا افريج سالري والجوب ساتسفاكشن. يعني كل ما كان الافريج سالري في الشركه دي عالي، كل ما كان الموظفين بتوعها عندهم احساس بالجوب ساتسفاكشن اكتر. نبدا ندور على ريليشن شيب ثانيه. خلينا نقول مثلا الميديان ايج، هل في علاقه بينه وبين الجوب ساتسفاكشن برضو، او هل في علاقه بين الميديان ايج وبين اليرز وذ كومباني؟ فخلينا نختار
شارت جديدة، هنا المرة دي مثلا ناخد بار تشارت ننزلها تحت هنا ونختار الكومباني ميديان ايج متوسط اعمار الموظفين في الشركة، ونحط معاها اليرز وذ كومباني. اليرز وذ كومباني هنا نحطها في الفاليوز ادي كاونت. اوكي اليرز وذ كومباني برضو هو شايفها كتكست، عشان نحل الموضوع ده نرجع للديتا بتاعتنا اليرز وذ كومباني، نعلم على الكولوم ونغير دي نخليها ديسيمال. اوكي نرجع تاني على الريبورت نغير الكاونت هنا نخليه سم، ننزلها تحت الميديان ايج، نروح على الفورمات نشيل الاكس اكسس نشيل التايتل نحط داتا ليبل وهنا برضو ممكن نشوف ان في some kind of correlation between the median age وال years with company، وده طبعا منطقي، يعني كل ما متوسط الاعمار في شركة ما زاد كل ما كان الموظفين بيقعدوا في الشركة دي فترة اطول. فمثلا اتش بي واوراكل واي بي ام اللي هو متوسط الاعمار فيهم 38 و37 و36 سنة، الموظفين بيقعدوا فيهم فترة اطول 6 و5 و7 سنين compared to مثلا فيسبوك وتسلا وسيلز فورس اللي متوسط الاعمار فيهم 30 و29 والموظفين بيقعدوا من سنه لسنتين في الشركه. وده بيقول لك ان الشركات زي فيسبوك وتسلا وسيلز فورس بتهتم بتعيين موظفين صغيرين في السن، وان علشان الموظفين لسه صغيرين في السن فالترن اوفر عندهم اعلى والموظفين ما بيقعدوش في الشركه فتره طويله. ناخد من نفس التشارت دي كوبي نعلم عليها كنترول سي وبعد كده كنترول في، ونشيل مثلا الـ years of company ونبدلها بالـ job satisfaction ونشوف هل برضو في علاقة بين الـ average age والـ job satisfaction ولا لأ. ولو بصينا هنا هنلاقي برضو إن في some kind of correlation بين الـ job satisfaction والـ median age، وهو correlation عكسي، كل ما الـ average age عالي كل ما كان الـ job satisfaction بتاع الموظفين في الشركة دي أقل. يعني مثلا اجين اتش بي واوراكل واي بي ام اللي كان فيهم اعلى متوسط اعمار وهم فيهم اكتر متوسط سنين في الشركه، في نفس الوقت هم فيهم اقل جوب ساتسفاكشن. ولو حبيت تربط التو تشارتس دول ببعضهم ممكن تتوصل مثلا لكونكلوجن ان يمكن علشان الموظف لما بيقعد فتره طويله في شركه واحده ويبدا عمره بيزيد بيبدا احساسه بالجوب ساتسفاكشن يقل، بعكس الموظف اللي بيبقى لسه مثلا متخرج جديد او لسه في بداية الكارير بتاعه ومجرد دخوله شركة من الشركات الكبيرة دي بيخلي عنده احساس عالي بالجوب ساتسفاكشن وبيبقى لسه عنده احلام ان هو يحقق حاجات كتير، بس مع الوقت لو فضل في نفس الشركة وما قدرش يحقق الطموحات اللي عنده فبيبدأ الجوب ساتسفاكشن بتاعه بمرور الوقت يقل. وهنا ممكن تسأل نفسك سؤال تاني، يعني هل مثلا الاستراتيجية بتاعت ان انا اعين ناس صغيرين في السن عندهم طموح اكبر مقابل ان انا اضحي بان التيرن اوفر عندي يكون عالي افضل، ولا اني اعين ناس كبار في السن عندهم خبره اعلى بس ممكن يكون الطموح عندهم مش بنفس الدرجه؟ طبعا في تشارتس كتيره ممكن نحطها وممكن ندور على الريليشن شيبس بتوين كل الفاريبلز اللي عندنا، بس انا هسيب الموضوع ده ليكم انتوا عشان عايزكم تاخدوا الداتا وتحاولوا انتوا تلاقوا ريليشن شيبس مختلفه عن اللي احنا لقيناها هنا وتوصلوا للكونكلوجن الخاص بيكم انتوا. اخر حاجه في الداشبورد هنا هنضيف شارت جديده نحط فيها مثلا الفيميل بارتيسيبيشن عشان نشوف الافريج فيميل بارتيسيبيشن في الشركات دي. لو جينا هنا هنلاقي ان هو عاملها صم يعني جمع كله على بعضه، فندوس على السهم هنا ونغير صم دي نخليها افريج كده هيدي لك الافريج فيميل بارتيسيبيشن اللي هو 29%. طبعا الميزه في باور بي اي هنا ان انت مش محتاج تضيف سلايسر، ممكن تضيف سلايسر لو عايز، بس حتى لو مش عايز تضيف سلايسر
ممكن بسهولة لو في اي تشارت من دول عملت فلتر او دوست على اي حاجة، هتلاقي ان كل التشارتس بتتغير عشان تدي لك الداتا بتاعت الفلتر اللي انت عملته ده، بمعنى ان كل التشارتس كونكتد من غير ما تحتاج تعمل بيفت تيبلز او تعمل كونكشنز بينهم. فانا مثلا هتلاقي ان السيلز فورس الفيميل بارتيسيبيشن بتاعها 30%، الجوب ساتسفاكشن بتاعها 89% وهكذا. ولو غيرت من سيلز فورس مايكروسوفت هتتغير الداتا معاك، ولو دوست تاني على مايكروسوفت هترجع الداشبورد زي ما كانت. هنا احنا بعد ما بقى عندنا فهم لدرجة ما للداتا بتاعتنا، عايزين في الاخر نوصل لكونكلوجن، ايه اللي احنا عايزين نقيسه من الداتا دي. فخلينا نقول مثلا ان احنا محتاجين نقيس الامبلوي ساتسفاكشن بتاع الشركات دي ونرتبهم، انهي شركة الموظفين بتوعها ساتسفايد اكتر. خلينا نرجع للداتا بتاعتنا. لو انا سألتك هنا مثلا انت تفضل تشتغل في اي شركة، فاجابات الناس هتبقى مختلفة حسب ايه الكرايتيرياز اللي هو حاططها للموضوع ده. يعني مثلا لو حد مهتم بالافريج سالري فممكن يقول لي انا عايز اشتغل في الشركة اللي هتديني اعلى سالري اللي هي مثلا هنا سيلز فورس. لو حد مثلا مهتم بان هو يكون ساتسفايد في الشغل بتاعه ممكن يقول لي انا عايز اشتغل في الشركة اللي فيها اعلى جوب ساتسفاكشن اللي هي فيسبوك. كذلك في الجوب مينينج هتلاقي تسلا، لو انت عايز اقل جوب ستريس هتلاقي فيسبوك. فمعنى كده ان انت ممكن تاخد اجابات مختلفه طبقا لايه الكرايتيريا اللي انت مهتم بيها. بس ماذا لو احنا عايزين نوصل لترتيب معين بياخد كل الحاجات دي في الاعتبار؟ ففي كذا طريقه ممكن نعمل بيهم حاجه زي كده. خليني اقول لكم طريقه سيمبل شويه. فاحنا عندنا في باور بي اي هنا معادله اسمها رانك، بتدي لك رانكينج للفاليوز اللي موجوده في الكولوم بتاعتك من الصغير للكبير. فخلينا ندوس هنا على نيو كولوم، هيفتح لنا نيو كولوم، وخلينا نجرب معادله رانك. هنكتب rank dot eq، بعد كده نختار مثلا medium pay، فدي الفاليو اللي انت عايز تقيس بيها. وبعد كده بيقول لك اسم الكولوم ايه، هو الكولوم برضو medium pay. بعد كده ندوس انتر، فهنلاقي هنا عمل لنا رانكينج للشركات من الميديم باي من الصغير للكبير. فلو جينا هنا رتبنا الميديم باي من الكبير للصغير هنلاقي ان سيلز فورس واخده رانك 1، جوجل واخده رانك 2، داون 2 اتش بي اللي واخده رانك 16 عشان هي فيها اقل ميديم باي. لو انا عايز استخدم فور فاريبلز علشان اعمل رانكينج للشركات دي، الميديم باي والجوب ساتسفاكشن والجوب مينينج والجوب ستريس، يعني عايز اقيس الشركات باستخدام الاربعه فاريبلز دول مع بعض. فانا ممكن اعمل مثلا بلس رانك واضيف الرانك بتاع الجوب ساتسفاكشن وبعد كده الجوب مينينج والجوب ستريس. بس لو لاحظت هنا ان انا هلاقي ان الشركه الافضل هتبقى واخده اقل سكور، وده ممكن يكون مش انتيوتيف شويه للناس، لان من المنطقي اكتر ان كل ما السكور كان اعلى كل ما كان افضل. فعشان نحل الموضوع ده ببساطه ممكن هنا نقول ان احنا هنبدا بمثلا بسكور 100، فنيجي هنا بعد ايكوال ندوس 100، وبعد كده هنطرح من ال 100 دي الرانكينج بتاع كل واحده. وعلشان اشرح لكم ليه احنا بنطرح، فخلينا مثلا نختار الميديم باي وندوس اوكي. هنا هنلاقي ان السيلز فورس اللي كان ترتيبها الاول علشان هو الرانك بتاعها واحد بس، فاحنا لما طرحنا من ال 100 الرانك بتاع سيلز فورز السكور بتاعها بقى 99، في حين ان اتش بي علشان هي كانت ترتيبها 16 فاحنا لما طرحنا 16 من ال 100 السكور بتاعها بقى 84. فبكده احنا نقدر نطبق الفورمولا بتاعت الرانك وفي نفس الوقت يدينا سكور اعلى للشركه الافضل. هنكمل بعد الميديم باي هنطرح كمان الرانك بتاع الجوب ساتسفاكشن، ونطرح كمان الرانك بتاع الجوب مينينج. دلوقتي واحنا بنعمل الجوب ستريس هل برضه هنطرحه؟ لا، هنا في الجوب ستريس احنا هنضيفه. ليه؟ لان الجوب ستريس العلاقه فيه عكسيه، كل ما الجوب ستريس بتاعه كان اعلى كل ما انا عايز الرانك بتاع الشركه دي يبقى اقل. فبالتالي الشركه اللي الجوب ستريس فيها اعلى لو انا طرحت هطرح منها واحد بس وده هيديها سكور اعلى من بقيه الشركات، في حين ان انا عايز اطرح منها سكور اعلى. فعشان برضو احل الموضوع ده بدل من ان انا اطرح هضيف الرانكينج بتاع الجوب ستريس.
وده هيخليني كل ما الشركة كان الترتيب بتاعها أقل في الجوب ستريس، كل ما أنا ضفت لها بوينتس أكتر. لكن لو الشركة كان ترتيبها أعلى في الجوب ستريس هضيف لها نقط أقل. بعد كده لو دوست إنتر وبعد كده رتبت الكولومز دي بالفاليو، هلاقي ان فيسبوك فور اكزامبل البوينتس بتاعته 110، يعني هو جاله بوينتس اكتر من اللي بدأ بيها. وده ليه؟ لانه مثلا في الجوب ستريس هو اقل واحد، فانا ضفت له 16 نقطة، ان هو في الميديم باي التالت، في الجوب ساتسفاكشن الاول، وفي الجوب مينينج التاني. فكل النقط اللي اتطرحت منه هي بس 6 نقط، في حين ان انا ضفت له 16 نقطة من الجوب ستريس، عشان كده السكور بتاعه بقى اعلى. خلينا نغير اسم الكولوم ده ونسميه سكور. وبعد كده يلا نفيجواليز الفايندنجز بتاعتنا. هنرجع تاني على الريبورت، نفتح شيت جديدة جنب الداشبورد هنا، ندوس على البلس دي ونسمي الشيت دي employee satisfaction. عايزين في الشيت دي نحط الفور كريتيريز اللي احنا استخدمناهم، ونحط فوق هنا السكور اللي احنا لقيناه. خلينا نختار بار تشارت، ننزله تحت، نضيف فيه الكومباني، ونضيف فيه الميديم باي، ده أول كريتيريا استخدمناها. نروح على الفورمات، نشيل الإكس أكسس، نكبرها شوية، نضيف الداتا ليبل، display unit هي هنا بالمليون نخليها بالثاوزنز، وبدل ما هي البوزيشن بتاعها اوتسايد خلينا نحطها انسايد اند. لو لاحظت هنا هتلاقي هو غير الكلر لوحده عشان يبان. بعد كده ممكن تكبر الفونت شوية لو عايز. نروح على التايتل، خلينا نسميه ميديم باي بس، خلي الفونت كولر this one، وخلينا نحط باك جراوند للتايتل. بعد كده خلينا نحطه في النص، نكبر الفونت شوية، خلي 10. اوكي، خلينا كمان نعمل شادو للتشارت دي. اوكي، ناخدها كوبي، بعد كده كنترول سي كنترول في 3 مرات، خلينا كده. خلينا هنا نشيل الميديم باي، نحط بدلها الجوب ساتسفاكشن. نروح على الفورمات، نسمي التايتل بتاعها جوب ساتسفاكشن، ونروح على الديتا ليبل، هي هنا ظاهرة بالثاوزند عشان احنا كنا مختارين ثاوزند هنا، خليها اوتو، هتظهر برسنتج. بعد كده نروح على الميديم باي، شيل الميديم باي، حط الجوب مينينج برضو نخليها اوتو، ونروح على التايتل نسميه جوب مينينج. اخر واحدة نشيل الميديم باي ونحط الجوب ستريس، نغير برضو التايتل جوب ستريس، ونروح على الداتا ليبل ونخليها اوتو تبقى برسنتج. ودي الفور كريتيريز اللي احنا خدناهم. بعد كده خلينا نضيف الفيجوال اللي بتورينا السكور، خلينا نختار هنا لاين تشارت. اوكي، خلينا نحط الكومباني بالاكسس، ونحط السكور كولوم في الفاليو. بعد كده نروح على الفورمات، نضيف الداتا ليبل،
ممكن برضو لو حابين ضيف الكومباني في الليجند هنا عشان تظهر لنا البوينتس كولورفول شوية، وبعد كده نرجع على الفورمات نعمل اوف للليجند. كده بقى شكلها أزرف. وممكن نروح على الديتا ليبل لو احنا عايزين نحط باك جراوند فيجرز، عايزين نزود التكست سايز شوية. بوزيشن ممكن نحط اندر او اباف الداتا براحتنا، خليها اوتو. الشيبس هنا خلينا نكبرها شوية. خلينا نروح على التايتل ونخليه company score، نخليه center ونكبر الفونت شوية. وخلينا نضيف، نروح على insert ونضيف text box. خلينا نسميه title employee satisfaction. نكبر الفونت شوية، ممكن نغيره، خليه في السنتر وغير اللون بتاعه عشان يمشي اكتر مع الثيم بتاعنا. وبس كده، دي احد الطرق اللي احنا ممكن نبص بيها على الداتا، بس طبعا في طرق كتير تانية، وانا علشان كده حبيت ابدا السلسله دي بنون فاينانشال داتا، علشان انا كنت مهتم اكتر بان انا اشرح لكم ان بغض النظر عن كون الداتا دي فاينانشال ولا نون فاينانشال، انت الهدف الاساسي بتاعك ان انت تلاقي ريليشن شيبس وتلاقي كورليشن بتوين الداتا دي، علشان بغض النظر انت كان هدفك في الاخر ان انت تعمل فوركاستنج او تعمل فاريانس اناليسيس، فانت لازم تديفلوب السكيل دي اللي بتخليك تقدر تشوف الريليشن شيبس وتقدر تدور وتلاقي الكورليشن بتوين الفاريبلز وبعضها وتتوصل لاستنتاجات من الفايندنجز بتاعتك. طبعا زي ما قلت لكم انا هسيب لكم اللينك بتاع الداتا سيت في الديسكريبشن، وعايزكم تاخدوا نفس الداتا دي وتحاولوا تبصلها بطريقه مختلفه كمان عن اللي انا بصيت للداتا بيها، وتطلعوا استنتاجات خاصه بيكم انتم. زي ما اتفقنا احنا هنا بدأنا بحاجة سيمبل، تيبل واحد بس، داتا سيت صغيرة كلها 16 رو. في الفيديوهات الجاية هنبدأ نتعمق اكتر في البرنامج ونبدأ نستفيد اكتر من الفيتشرز المختلفة اللي موجودة فيه، ونستخدم داتا سيتس معقدة اكتر وبكمية بيانات اكتر بكتير، عشان اوريكم كمان ان احد المزايا بتاعت باور بي اي ان هو بيقدر يعمل اناليسز على كمية داتا كبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة. طبعا برضو من احد مميزات الباور بي اي ان انت ممكن تعمل ببلش للريبورت بتاعك ده وتعمل له شير مع الموظفين في الشركه عندك او مع الانفستورز او مع ايا كان الستيك هولدرز اللي بيبصوا على الريبورت بتاعك، وده ببساطه بتروح من هوم هنا وتعمل ببلش. بعد كده بسالك لو عايز تعمل سيف للتشينجز، فممكن تسمي الفايل مثلا تك كومبانيز او whatever. بعد كده بيسألك عايز تعمل publish فين، اختار my workspace. انا عشان اوريدي كنت عامل publish للريبورت ده قبل كده، فهو بيسألي لو انت عايز تعمل له replace، بس بالنسبة لك انت مش هتظهر لك دي. بعد كده بيعمل publishing، يقول لك في الاخر success. ممكن بقى كده تدوس على open، هيفتح لك الداشبورد بتاعك على الكلاود، وممكن من هنا تعمل شير. سواء طبعا هنا بيقول لك ان انت عشان تعمل شير لازم يكون عندك برو لايسنس، بس ممكن تعمل من هنا شير لاي حد انت عايز تعمل له شير للشارت دي لو الشركه عندك اوريدي مشتريه باور بي اي. بس طبعا احنا بقى بنستخدم الباور بي اي ديسكتوب، ودي الفري فيرجن، اي حد ممكن يستخدمها ببلاش من غير اي اشتراك. اوكي، لو في حد عنده اي سؤال او استفسار بخصوص الفيديو ده او عنده اي افكار للفيديوهات اللي جايه سيبها لي في كومنت تحت، وانا احاول ان شاء الله ان انا اعملها. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.